السلام عليكم، معاكم محمد أسامة على قناتكم بي ذا فيرست. خليك الأول. هنبدأ دلوقتي نحل امتحان اللغة الإنجليزية الصف الخامس الابتدائي ضرب لا تكرر قطع فيصل. هنبدأ بالسيركل. أنا عندي في أول واحدة فادر وبريد ومذر وبراذر، طبعا هشيل بريد وحط أي حد من العيلة. نمبر 2 كامب وبينز وهوم وسكول، هشيل بينز ونحط أي مكان. نمبر 3 عندي ميت وكلاس ورايس وبريد، هشيل كلاس وحط أي أكلة. نمبر 4 بينز وتكست وتشيز، وكمان عندي اكس هنا. الصح او النموذج الاجابه تيكتس، لكن ممكن يعني تتشال كمان تشيز على اساس ان باقي الكلمات بلورال يعني جمع، ونحط اي كلمه جمع مكانها. نمبر 5 بلو وجوس وايت وبلاك، طبعا بالنسبه لي هشيل جوس ونحط مكانها اي لون. لتشوز هتبقى اول واحده ثيرستي، 2 3 هتبقى ميك، نمبر 4 هتبقى ماني. سؤال القطعة، أول واحدة هتبقى true صح يعني، نمبر 2 و 3 هيبقوا false الاثنين. بعد كده how did they go back home، هم رجعوا ازاي، هتبقى by bus. نمبر 2 ليها إجابتين، last week أو in the afternoon. سؤال rearrange، what did you do، نمبر 2 she is making the bed، نمبر 3 I'm looking for the museum. Number 4 she is sweeping the floor. الباراجراف بقى سهل وجميل. البنكتويشن هتبقى حرف الاي هيبقى كابيتال، وبعد كده عندي ابوستروفي، وبعد كده عندي نقطه. نمبر 2 عندي الدي والاي، وبعد كده عندي كويستشن مارك. اتمنى لكم التوفيق دايما.